قال باب باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، يعني غير الله سبحانه وتعالى. قال وقول الله تعالى يستغيث بغير الله ويدعو غير الله أو يدعو غير الله، يدعو غيره سبحانه وتعالى. الفرق بين الاستعاذة والاستغاثة والدعاء، الدعاء أعم أشمل، ثم الاستعاذة ثم الاستغاثة. الاستغاثة في الغالب تكون في دفع ضرر قريب قريب، يعني الضرر ده جاي وقرب تقوم بتستغيث، غوث، طلب الغوث. الاستعاذة في طلب دفع ضرر أو شر قريب أو بعيد، قريب أو بعيد. الدعاء أشمل لأنه في دفع الضر وفي جلب شنو؟ الخير. نأخذ مثال للثلاثة، زول بيته بدأ يولع نار، دي هنا يسمى استغاثة، لو دار يدفع عنه الشر ده البيت هذا قدامه. الاستعاذة تأتي بمعنى الاستغاثة إن كان المستعاذ منه ضرر قريب، وتأتي بمعنى أشمل إن كان المستعاذ منه ضرر بعيد، يعني معنى أعم. عشان كده بتستعيذ بالله في الصلاة من أربع: من عذاب جهنم، من فتنة المحيا والممات، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المسيح الدجال. عذاب جهنم، المسيح الدجال، فتنة المحيا والممات، عذاب القبر. الأربعة ذيل درجة في القرب والبعد واحدة ولا في تفاوت؟ جهنم بالنسبة للقبر أو بالنسبة للمسيح الدجال نوعا ما أبعد، نوعا ما. فتنة المحيا والممات بالنسبة للقبر نوعا ما أبعد، وبالنسبة لجهنم أشد بعدا، وهكذا. تستعيذ من الشر القريب والبعيد، أما الاستغاثة من الشيء من الشر القريب. الدعاء الاستعاذة والاستغاثة في الشر، الدعاء بيشمل دفع الشر وجلب شنو؟ جلب الخير. ده الفريق يا جماعة. طيب الاستغاثة على نوعين: استغاثة بمخلوق فيما يقدر عليه، بمخلوق حاضر فيما يقدر عليه، هذه جائزة، يعني في شر قريب والمخلوق ده قادر يدفع عنك الشر القريب وهو حاضر، ده بجوز تستغيث به، كما قال الله تعالى: فاستغاثه الذي هو من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. ده فيما يقدر عليه المخلوق. أما الاستغاثة فيما لا يقدر عليه المخلوق، أو الاستغاثة بميت أو بغائب ولو كان قادرا وهو قريب لكنه بعيد وغائب لا يسمعك وأنت تستغيث به، هذا من الشرك الأكبر. أما دعاء غير الله فهو شرك أكبر، أن تدعو غير الله سبحانه وتعالى هذا من الشرك الأكبر. طيب قال وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ما هنا موصولة، ما في هذه الآية موصولة، يعني بمعنى الذي لا ينفعك ولا يضرك، ما بمعنى الذي. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، هذا الذي دعوته لا ينفعك ولا يضرك. فإن فعلت ودعوت غير الله فإنك إذا من الظالمين، ده ظالم. والظلم يا جماعة دائما في مقابلة العدل، عشان كيف تلقى في القرآن الشرك معه الظلم، إن الشرك لظلم عظيم.
وتلقى الشيء الكفر معه والظلم، والكافرون هم الظالمون كما في سورة البقرة والآية القبلية في سورة لقمان. تلقى الإيمان والتوحيد دائما معه العدل كما في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وذا توحيد لا إله إلا هو، والملائكة أي شهدوا بهذه الشهادة، وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والآية دي يا جماعة فيها رد على طائفتين من الناس. الطائفة الأولى من عامة الناس الذين يعترضون على دعوة التوحيد بأنه لا يوجد شرك. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، لمن جف الملائكة قال والملائكة كلهم، لمن جف البشر قال وأولو العلم، ما قال والناس، لا في ناس كتار ما بيشهدوا الشهادة. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. الطائفة الثانية يا جماعة ناس من المتفلسفة ومن المثقفاتية، ولكن نحن ناس متعلمين وانتم ما عندكم شغلة بفقه الواقع ومشاكل الناس ما شغالين بها والواقع وكذا، دارين انك تخش في السياسة، وتخش في السياسة تخش عوراء، يعني تخش تلوي أعناق النصوص لتوافق هواك أنت. الله سبحانه وتعالى وصف أهل العلم ديل الناس اللي بيوحدوا الله سبحانه وتعالى، وأولو العلم هم الذين شهدوا بهذه الشهادة، فكل من شهد بشهادة التوحيد فله علم، له علم، وكل من لم يشهد بهذه الشهادة فهو أجهل خلق الله وإن جمعت له أصناف المعلومات وليس بعالم عند الله سبحانه وتعالى. شكذي قال: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. فهذا هو أعظم ظلم، وهو ظلم الشرك بالله سبحانه وتعالى، الذي جرنا لهذا الكلام، أن الناس للأسف الشديد يطالبون بحقوقهم ولا يطالبون بحق الله سبحانه وتعالى، بل لا يهمهم أمر حق الله سبحانه وتعالى أبدا، لا يهمهم إلا من رحم الله منهم. ناس أسل ومرق نفرين بر الشارع لقوا زول طعن لزول، لما مات قدامه يمكن شهر يتكلم بها، لك والله طعن وشفته بعيني في الظلمة لما دمه ده مات عديل، لك ده زول طعن عديل، مع انه لو مشى بالشارع الثاني سمع له مرة عترت قالت: يا مكاشف القوم الحقنا، يا كباش، يا صايم ديما، ما بيتكلم بها دقيقة، أقول لك في شرك بيجاي. والشرك عند الله أعظم من شنو؟ من الكتم. لو خطفوا منه جنيهين بس، راكب عربات العربي وجاي بس في جنيهين مرقة كتم، يا لما فيه معلم بيجاي خطفه وجرى دي يمكن يهيج الحافلة دي شت، خطفة يا أخي أنا شفته خطفة، ويسكوا ناس يفتروا ذاته، لو ماكلين باسطة بعشرين يكملوها في الجنيهين دي. والله الذي لا إله غيره، حق الله مو جنيهين، حق الله يخطفوه ويشيلوه، ساي إذا صح التعبير يشيلوه بيجاي وبيجاي وبيجاي ولا بهمه، يقول لك خليهم يا ذول قبيل أنا قاعد. والله الذي لا إله غيره، فيهم درمان دي، مشيت هناك جنب الطرمبة محل بيكبوا زيوت وكذا وكذا، جاء واحد بتاع ركشة كبوا زيوت، واحد جنبه ده غضب، واحد فيهم غضب الثاني، سب لدين طوال دين، والله الذي لا إله غيره. قلت له: أنا داير أعرف الزول ده غضبك، الدين ده ذنبه شنو؟ الدين ده اتجاه غضبك ذنبه شنو؟ يعني يكفر بالله؟ هذا إذا ما ذاته بيجيب لنا الصف، وده مفروض يكون ما في ذاته، يعني بيسيب دين في زول غضبه بس هبش وهبش، ولا ضربه ضربه ولا كذا. ثم قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له لهذا الضر إلا هو، إلا الله سبحانه وتعالى.
وذا يا جماعة كلام واضح. لو جايك ضر قدره الله تعالى عليك فإن هذا الضر لا يدفعه عنك إلا الله سبحانه وتعالى، لأن النفي بعده الاستثناء هذا من أدوات ومن أساليب الحصر والقصر والاختصاص. فلا نفي كاشف له إلا استثناء إلا هو، كقولك لا إله إلا الله، لا إله نافيا استحقاق العبادة عمن سوى الله سبحانه وتعالى، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. فلا كاشف لهذا الضر إلا الله سبحانه وتعالى. يبقى لا تعلق حجاب تقول بكشف الضر، ولا تعلق كمون تقول بكشف الضر، ولا تلجأ لفقي ولا شيخ ولا حي ولا ميت إلا الحي الذي لا يموت وتقول يكشف الضر، وإنما تلجأ إلى الله وحده لا شريك له، والذي يملك النفع ويملك الضر سبحانه وتعالى. قال وإن يريدك بخير، أي إن يريدك الله بخير، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. كان الله داير بيه خير ودار يديك خير سبحانه وتعالى، يعطيك خيرا فلا يمنع وصول هذا الخير عنك أحد غير الله سبحانه وتعالى. شكاية مشيت تشتغل في السوق في زبائن جايينك وده قابض فيهم وده قابض، أعرف الشغلة دي لو مكتوبة لك بتصلك. سايق بص أعرف الشغلة دي بتجيك، سايق أي حاجة أعرف إنه الرزق ده بيد الله والخير بيد الله سبحانه وتعالى، ما في حاجة بتمسكك ولا في حاجة بتمسكه منك. وده يا جماعة فيه ردع على الناس اللي بيقولوا فلان بيحوط وفلان بيرد الضالة، فلان بيجيب الرايحة وست الودع وفلان وكذا وكذا وكذا، كله من الضلال ومن الانحراف. قال يصيب به من يشاء من عبادي، أي هذا الخير، من يشاء من يريده هو سبحانه وتعالى، ويشاءه هو سبحانه وتعالى، وهو الغفور الرحيم. طيب، وقوله تعالى إن الذين تعبدون من دون الله، هذا في خطاب إبراهيم عليه السلام لقومه، خاطب قومه وحاجهم بالحق وأقام عليهم الحجة. ومما قاله إبراهيم عليه السلام قال إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، إليه ترجعون. إن الذين تعبدون من دون الله، هذه المعبودات التي تعبدونها من دون الله، لا يملكون لكم رزقا، وفاقد الشيء لا يعطيه، لأن الذي يرزق هو الله وحده لا شريك له. عشان كده رب العزة والجلال قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الله بيرزق، الرزق ده بيد الله سبحانه وتعالى. وكان ما بيد الله كان بيد مخلوق، لو أنه بيد مخلوق فإن هذا المخلوق يبخل ويعجز ويضعف ويفر ويهرب. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. هذا السوق ده كل يوم الناس بتمروا، ده شغال كذا وده شغال كذا وده شغال كذا، كل يوم بيرزقون ولا سافروا برا البلد، في الغالب قاعدين كل يوم بيرزقون. والرزق ذاته اللي بيشيلوه يمشوا يستخدموه، كان أكل يكملوه، كان هدوم يلبسوها لما تشرب، بكره تاني يجوا يلقوا رزق تاني.
وبعد بكره رزق. والزول لو فكر في الرزق ده، الرزق ده بيؤمن بالله سبحانه وتعالى، لانه زراعه بيزرعوها في استراليا يجيبوها يعملوها دقيق في سيجا في بحري، يوزعوها من بحري ياكلوها في التكله. الزيدي كيف ذاته ده الزراعه عارف ياكلوها في السودان؟ يا ما عارف ذاته. والزول ذاته العمل دقيق، زراعه دي قلبها دقيق، والبتاع الفرم ذاته سواء شال ده منه وده بتاع مطعم وده كذا. يا اخ بهيمه يطبحوها في السلخانه ياكلوها 70 نفر، وزعوها في السوق بهيمه دي 70 نفر ياكلوا، ده يشيل ربع وده نص وده كذا وده كذا، ده كله رزق موزعه الله سبحانه وتعالى اذا صح التعبير، يصرفه هو سبحانه وتعالى. فابتغوا عند الله الرزق، اطلبوا منه الرزق وحده، لا تطلبوه من غيره، لأنه بيده هو وحده لا شريك له. واعبدوه واشكروا له، لأنه هو الذي يوليكم النعم وينعم عليكم ويتفضل عليكم، إليه ترجعون. هو الخالق الموجد من العدم، الممد بالرزق، المميت الذي يرجعك بعد الموت ليحاسبك سبحانه وتعالى. طيب علاقة الآية دي بالباب شنو؟ أن الله ذم الذين يدعون غير الله لأنهم يدعون غير الله، وهو هؤلاء المدعوون لا يملكون لهم رزقا، لا يملكون لهم نفعا. طيب قال وقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. في الآيتين ديل يا جماعة في 4 حجج، كما قال ابن عثيمين رحمه الله في كتاب القول المفيد شرح كتاب التوحيد. هذه الأمور 4 تجعل الذي يدعو غير الله هو أضل خلق الله. 4 أشياء لو فكرت فيها بتعرف إنه أضل خلق الله الذي يدعو غير الله سبحانه وتعالى. قال ومن أضل، أضل على صيغة أفعل، يعني لا يوجد أحد أضل من هذا الذي يدعو غير الله سبحانه وتعالى. ومن أضل ممن يدعو من دون الله، البنادي غير الله سبحانه وتعالى. ليه ضل؟ 4 أشياء. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لو دعيت من السيل يوم القيامة ما بيستجيب لك، يا فلان يا فلان لما قامت القيامة، أو دعيت الليلة هو من الليلة لما تقوم القيامة ما بيستجيب لك. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، 1. ثانيا وهم عن دعائهم غافلون، أنت بتدعوه وهو مشغول بحاجة ثانية. زول مات بتقول يا فلان ألحقنا، وفلان مشغول جوا عنده أسئلة، من ربك؟ وده بيجاي بينادي فيه، هو غافل عنك ذاته، هو وعنده مشكلة جوا دار حلة دار ينجو، مشكلة بتاع الذنوب ومعاصي وكذا ودار ينجو، وانت بتدعو فيه. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، عربية دارت تنقلب نص الليل، المرأة تقول يا فلان هو نايم، يبقى غافل عن مشكلتها أصلا. 3 وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، لو في الدنيا في محبة بينات يوم القيامة بتبقى عداوة، لقول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال ابن عباس رضي الله عنهما أي المودة المحبة، شكي قال لك وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، 4 وكانوا بعبادتهم كافرين. لذلك يا جماعة الإنسان لا يدعو غير الله سبحانه وتعالى،
ولا يلجأ إلى غير الله، ويعلم أنه إذا دعا غير الله هو أضل خلق الله، كما قال مؤمن آل ياسين أو المؤمن الذي في سورة ياسين: إني إذا لمن الضال إني إذا لفي ضلال مبين. جزاك الله خير. إني إذا لفي ضلال مبين. طيب، قال: وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. دي آية واضحة في أن العبد لا يدعو غير الله سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، من اللي بيجيب المضطر؟ إذا دعا المضطر هذا المدعو، من الذي يستجيب؟ إلا أن يكون المدعو هو الله وحده لا شريك له. ويكشف السوء، اللي بيكشف عنك السوء منو غير الله سبحانه وتعالى؟ ما في. ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. بقية الآية قليلا ما تذكرون. طيب، قال: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل. إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل. وإن كان هذا الحديث ضعيف كما قال الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، ومن الأحاديث الضعيفة، وسبب ضعفه أن في سند ابن لهيعة فهو ضعيف. لكن لو صح هذا الحديث لا حجة فيه للذين يستغيثون بغير الله، بل الحجة عليهم لو قالوا بأن الصحابة طلبوا الاستغاثة من النبي صلى الله عليه وسلم أو هؤلاء الناس، فإنه يقال لهم: إنه لا يستغاث بي، هذا الذي في الحديث، وإنما يستغاث بالله عز وجل. وبين أنه لا يستغاث به صلى الله عليه وسلم. وحجة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لو صح هذا الحديث بالنسبة لهؤلاء، فإنه صلى الله عليه وسلم أراد حماية جناب التوحيد، وإلا فإنه قادر صلى الله عليه وسلم على أن يدفع عنهم هذا المنافق. والاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة، كما بينا ذلك في قول الله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدوي. يعني مخلوق زيك في ضرره قادر يدفع عنك، قادر وقدامك بجوز تستغيث به، لكن هو غايب في بلد وانت في بلد تقول لي: يا فلان اغيثني، ده شرك، لو ما بيسمعك. او يكون ميت وانت تناديه، ده شرك بالله سبحانه وتعالى. قال فيه مسائل: الاولى ان عطف الدعاء على الاستغاثه من باب عطف العام على الخاص، كما بينا العام الدعاء في جلب الخير ودفع الضر، والاستغاثه في دفع الضر، يبقى الدعاء عام من الاستغاثه. الثانية: تفسير قوله: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، يعني غير الله لا بينفعك ولا بضرك. الثالثة: أن هذا هو الشرك الأكبر، أن تدعو غير الله هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة: أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. لو أن أصلح الناس وأفضل الناس دعا غير الله إرضاء لغيره صار من الظالمين، لأن الله خاطب أفضل الناس وهو النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تدعوا من دون الله. الخامسة: تفسير الآية التي بعدها: وإن يمسسك الله بضر، إلى آخره. السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. لو علقت حجاب كمون دعيت غير الله، ده في الدنيا ما بينفع. قال لك: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ومع إنه ما بينفعك في الدنيا، في الآخرة بضرك، لأنه ده كفر. السابعة: تفسير الآية الثالثة: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. الثامنة: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا من الله، عشان كي جمع الله بين الأمرين فقال: وفي السماء رزقكم، هذا الذي في أمر الدنيا،
وما توعدون هذا الذي في الآخرة. فلا تطلب الجنة إلا من الله، ولا يطلب الرزق إلا من الله سبحانه وتعالى. التاسع تفسير الآية الرابعة، أما ومن أضل ممن يدعو من دون الله. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله، ما أضل منه. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، يعني المدعو غافل عن الداعي. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له، يعني يوم القيامة بيبقوا بينات عداوة مع أنها في الدنيا كانت محبة. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو له، يعني الذي يدعو غير الله هذا عبد غير الله سبحانه وتعالى، عبده. الرابع عشر كفر المدعو بتلك العبادة، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين على وجه من أوجه التفسير. الخامس عشر هي سبب كوني أضل الناس، وأضل الناس لأنه دعا غير الله لهذه الأمور الأربعة التي ذكرت في الآية. السادس عشر تفسير الآية الخامسة، أما يجيب المضطر إذا دعاه. السابع عشر أو غيرها من الآيات، ومنها ومن أضل ممن يدعو من دون الله. السابع عشر الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، لأن السؤال لنا يا جماعة، رب العزة والجلال قال أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، والمشركون أقروا بهذا السؤال ولم يستطيعوا الإجابة، فدل على أنهم يعلمون الذي يكشف الضر هو الله سبحانه وتعالى، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. كفار لما تجي الشدائد يتوجهون إلى الله وحده ولا شريك. الثامن عشر ودي نهاية الباب، حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد والتأدب مع الله استدلالا بالحديث، وسبق الكلام حوله. نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.